أمرت المحكمة العليا في مدريد بوضع 8 من أعضاء الحكومة الكاتالونية المقالة في التوقيف الاحترازي، وذكر بيان للمحكمة أن هذه الخطوة تأتي لإجراء مزيد من التحقيقات حول دورهم في إعلان انفصال الإقليم من جانب واحد. ومن ضمن المسؤولين 8 أوريول غونكيراس نائب رئيس كاتالونيا المقال، وتطالب النيابة العامة بإصدار مذكرة توقيف أوروبية بحق رئيس إقليم كاتالونيا المقال كارليس بوتشيديموند الموجود حاليا في بلجيكا.